احنا مستمرين في زيادة المحاصيل الزراعية كما ونوعا وزيادة الوتيرة المتصاعدة بالإنتاج الزراعي، فضلا عن عملية تصدير الفائض إلى خارج العراق. واليوم عندنا خطط استراتيجية لتنمية قطاع النخيل وقطاع الحمضيات، باعتبار هذا المنطلق مهم للتنمية المستدامة في العراق، فضلا عن استغلال المساحات المزروعة وتهيئة بيئة مناسبة للمواطنين. عندما نتحدث عن الخضروات اليوم، هناك الزراعة المحمية وكذلك اللي تتمثل بالبيوت الزجاجية، وأيضا تتمثل بالزراعة المائية الهيدروبونيك والساندبونيك، هذه كلها شجعت على أنه تكون هناك عوامل وحوافز للزراعة. عندما توقفت الحكومات العالمية بأكملها، توقفت كافة المنشآت إلا الجانب الزراعي حقيقة، أخذ الحيز الأكبر والجانب الأكبر، وهذا أيضا انعكس علينا في العراق، والشواهد كثيرة. نحن لأول مرة من بعد 2003 نبدأ بتصدير الفواكه والخضر.